سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد بلقائكم في هذه الصبيحة في غرفة الأخبار. طبعا اللي راحين نتكلموا على موضوع غاية في الأهمية يتعلق بجاليتنا في أبنائنا والجزائريين المقيمين في الخارج والذين حتى تجنسوا بالجنسية الفرنسية وغيرها. طبعا نتكلموا على الموضوع هذا في سياق الإجراءات اللي كان اتخذها مؤخرا رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في صالح الجزائريين المقيمين في فرنسا وفي غير فرنسا. طبعا هي إجراءات كبيرة جدا، دخول ببطاقة تعريف، الرحالات، تخفيض في الأسعار وغيرها غيرها من الإجراءات، الاستفادة من السكنات وغيرها من الإجراءات المحمودة واللي يعني يشكر عليها رئيس الجمهورية وتشكر عليها الدولة الجزائرية التي لم تنسى أبنائها. طبعا نتكلموا على الموضوع مع شيت يعني الصيف، فصل الصيف، وطبعا فصل الصيف كان أبناء جاليتنا جاءوا مرتين لهنا للجزائر في إطار عملية منظمة مع مسجد باريس الكبير. وطبعا هذه السنة كذلك العملية ستتكرر، ولذلك استضفنا لكم سيد فؤاد ميلودي ممثل مسجد باريس للحديث حول هذا الموضوع. أستاذ فؤاد صباح الخير ومرحبا بك على قناة البلاد. صباح الخير، شكرا للاستضافة. الله يسلمك. إذا أنت تتكلم اللغة العربية عادي جدا؟ نتكلم اللغة العربية، نهضر لكم بالدارجة الفرنسية كيما حبيت. معليش، ماذا بينا احنا ماذا بينا احنا؟ لأنه المشاهد الكريم يقول دوك فؤاد هذا ما زايد ثم في فرنسا، إيميغري كذا، جزائري راح منا. أنا بالنسبة لي أنا يعني رحت في سن 17 سنة. الله يبارك. ودرت الدراسة تاعي تما في فرنسا. ما شاء الله. ما شاء الله، ومازال محافظ على اللغة العربية. مازال محافظ على اللغة العربية. جيد جدا. طيب نتكلموا على هذه العملية هذه. ماذا بين المشاهد يفهمها، ونعطيك الفرصة تتكلم حتى بالفرنسية. حبيت لأنك أنت تخاطب أبناء الجالية. واللي ما يسمعناش من أبناء الجالية يقدر يسمعك منا من الجزائر ويشاهدك منا من الجزائر ويبلغ اكزاكتومون. هذا هو يعني لوبجيكتيف، هو يعني اللي يسمع يبلغ اللي ما سمعش. اكزاكتومون. هو يعني بدايه يعني وفقا يعني لقرار السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون، يعني تم تكليف الى ايتي شارجي لا غون موسكي دو باري بور اورغانيزي لي كولوني دو فاكونس 2024. يعني هذه سي لا ترويزيام ايديسيون. سا سي لا ترويزيام ايديسيون سما باسكو 35 سنه المخيم الصيفي زون با ايتي اورغانيزي. و دوبي 35 اكزاكتومون دوبي يعني لا روفي من الاستقلال زاد شويه، من تما ما داروش لي كوري دو فاكونس. و تما درك اون افي اون بروميير اديسيون اون ديسمبر 2022 وين جبنا 60 انفون ما بين طفل او طفل ما بين اجي انتر 10 و 14 ans. والاطفال هادو سيتي اون بروميير اكسبيريمونطاسيون و ايزون فيزيتي تيبازا غردايا و سي جبل تكجدا. سا سيتي فريمون بروميير اديسيون. On a dit en 2022. En 2022, décembre 2022. D'accord. Et après, on a renouvelé l'expérience en l'année dernière. On a dit que le mois de décembre, c'est l'hiver. Hein? L'hiver, exactement. D'accord. C'était des colonies d'hiver. On a dit que l'année dernière, on a renouvelé l'expérience, mais en saif. 900 enfants, c'est mes enfants. J'ai mis en place le Sawah al-Jazaïria. Les mêmes conditions, 10-14 ans, où ils ont pu visiter le 5 sites littoral algérien. ولا دوري تاع هذا المخيمات شحال يبقاو هنا في لا دوري سي 12 جور سما 12 يوم ان جور بور بارتير ان جور بور ريفنير و10 ايام سور بلاس في لو سيت لو سونتر و استادي لا بريزون شارج كيفاش هذه بريون شارج بار ليطا ولا الكوتيز ولا الباي ولا هذا يعني شكرا على النقطه هذه. هو يعني انا نشكر السلطات الجزائريه ونشكر ايضا باسكو نخدموا مع اون بارتنيا مع وزاره الشباب والرياضه هنا في الجزائر. ويعني لي كوري دو فاكونس يعني 100% مجانا. أيوة. يعني تتكون من النقل، الاكل، لي زاكتيفيتي سور بلاس، ديبلاسمون، ويعني كاع لي زاكتيفيتي. لونفون يعني يروح من باغ اكزومبل من لي زايروبور دو ديبار، بعد ندخل لك في التفاصيل، يروح من لايروبور دو ديبار باغ اكزومبل باري، يسخا بخي اون شارج 100% جوكو روتور لباري. ثم يعني يلوغا زيرو فريه بي كومبليتمون بري اون شارج بار ليتا. طيب شكون هما هاد الابناء هادو؟ استادير سي اون انسكريبسيون يعني فرونتير. اوكي داكور. ولا تسمى كاين دي كريتير يعني
هو باش ندخل شوف التفاصيل. هو سيت اني يوغا دو سيسيون. لا بروميير سيسيون سي لو 11 جويي او 22 جويي ولا دوزيام سيسيون سي دو 24 جويي او 4 اوت. 4 سيسيون. شاك سيسيون يروح منها 1000 1000 انفون. Pour s'inscrire, l'enfant a deux choses. Le premier, c'est l'âge. Entre 10 et 14 ans. Le deuxième point, c'est le passeport valide. Passeport algérien valide. Quand j'ai vu qu'il y a un canon qui est en train de faire carte nationale. C'est ce qui est plus facile pour les enfants algériens. Nous nous remercions sur ce sujet. Nous nous remercions le président de la République pour le décision. اللي تاخذوا هذا في فائده الجاليه. قرار سيادي هذا. قرار سيادي قرار يعني قرار يعني جد ممتاز يعني للافراد الجاليه يعني تمكن يعني افراد الجاليه بالاضافه الى يعني لا بروموسيون تاع الجيري تاع اسره يعني تمكن اكثر من اسر يعني يجيو كاع يجيو في المواسم وفي الصيف والى اخره. طيب هذا لي كولوني فاكونس يعني المخيمات الصيفيه هذه او الرحله الصيفيه هذه منين جاوكم فرنسا؟ احكي لي على لي زيديسيون اللي سبقوا. اسك سي من باريس اسك يعني من ولايات او دي ديبارتمون؟ هو ليديسيون الاولى تاع ديسمبر 2022 هو كل ابناء الجاليه في اوروبا. داكور ماشي غير فرنسا. مش غير فرنسا. كي جبنا 60 طفل كان من اسبانيا كان من النرويج كاين من المانيا. نعم. ويجي معهم مؤطرين يهضروا اللغه تاعهم. نعم. باش تسهل لنا المهمه هنا في الجزائر. نعم. بالنسبه للسنه الماضيه كانت كل فرنسا. ما تحتاجوش مؤطرين هكذا باللغه العربيه يهضر معاه بالعربيه. احنا جبنين احنا يعني ندخل لك في النقطه هذه تاع المؤطرين يعني احنا يعني كاين عندنا قانون يقول باللي كل 10 اطفال لازم مؤطر. احنا هنا ريكروتي 100 كادرون. سون كادرون هذو كاع الجزائريين وكاع هذو العربيه مليح وكاع عندهم ديبلوم سكون ابل لو ديبلوم بافا هذا سي بروفي ديتود. نعم. بور لانيماسيون سما كاع عندهم اكسبيرونس مع لا جوناس. لا يعني انا كي سالتك قلت لك ما تحتاجوش مؤطر باللغه العربيه ما تكلمش على نفسي انا. لا ولكن انا طامع انه ابنائنا هذو ما يتعلموا يعني كان كلمه كلمتين. نعم. باللغه العربيه كاين اللي بالك ربما جاء يعرف. نعم. شويه اللغه. نعم. العربيه وكاين اللي يجي ما يعرفش يعني مسكين. نعم نعم هذه كنت نقول لك فيها في التفصيل باسكو كاين يعني نشاطات دي زاكتيفيتي بوندون لا كولوني دو فاكونس وين لاغاب كاليغرافي داغاب دي بروجيكسيون فيلم وناغاب سمحت تسهلوا الفرصه في العشر ايام هذوك يمارس اللغه العربيه يعني. نعم يعني نعم يعني. نعم يمارس اللغه العربيه واش كاين durant la journée مثلا ترى كلمت قلت لي كاين دي بروجيكسيون دو فيلم كاين بوتيتر يعني انشطه هكذا تاع اللاعب وكذا واش يكون واش يكون يكون برينسيبالمون خاطرش مازلت ما هضرش على لي سونتر لي سونتر يكونوا ثمانية مراكز باش نذكر بك المراكز يكونوا ثمانية مراكز معليش ما كاش مشكل يعني المراكز يكونوا ثمانية مراكز يكون مركز في جيجل مركز في بجايه 60 طفل يكون مركز في بومرداس زموري لو فيغي. نعم. ويكون ايضا اربع مراكز مركز في الشلف مركز في زوز مراكز في الشلف تقصد تنس يعني تنس باسكو الشلف ولايه الشلف تنس ولايه الشلف سي المنطقه الساحليه المنطقه الساحليه مستغل كاين دو سونتر سالاموندر اي بوتي بور وعندك في عين تيموشن بني صاف تسمى هذوما كاع في السواحل الجزائريه تسمى اون جورني تيب تاع لونفون شي هو يقول لك سوا بلاج لو ماتان سوا بلاج لابخي ميدي تسمى يدير يروح عنده دي زاكتيفيتي سبورتيف. نعم سباحه وعنده دوت اكتيفيتي سبورتيف سبات سباحه فوتبول تنس دو تاب باسكو لي سونتر سون ايكيبي بال ايكيبي. نعم كاع لي زاكتيفيتي يورا اوسي دي زاكتيفيتي ايديكاتيف باغ اكزومبل ولا كولتورال يورا باغ اكزومبل دو ديسان دو تياتر يورا اوسي باغ اكزومبل دي بياس دو تياتر ولا يورا باغ اكزومبل دي بروجيكسيون دو فيلم دي بروجيكسيون دو فيلم هيستوريك il y aura aussi des activités à l'ora, la langue arabe. Il y aura aussi des activités mabinatum. Et en fin de journée, il y aura aussi des pièces déviées, des vieilles soirées, où les enfants, يعني يجمعوا يتلاقاو ما بيناتهم parce que les colonies de vacances هذول الاطفال اللي جايين يعني الاطفال partout تسمى جايين من مناطق متفرقه ثم حبيتوا تسمى تربطوا بيناتهم عندك طفل باغ اكزومبل هو اولياء تاعو دوريجين من بجايه هو راح يدير السونتر تاعو في وهران ديجا يتلاقى من اطفال من ولايات اخرى. نعم. في الجزائر ومن ولايات اخرى في مدينه فرنسا ولا من الخارج. نعم
واش كان اسمه لو فيدباك كما نقولوا رد الفعل تاع الاطفال في لا بروميير لا دوزيام ايديسيون؟ هو كان نعطيك رد الفعل. احنا كي نخلصوا لي كولوني فاكونس نديروا ان سونداج اون فيان روتور ديكسبيريونس ندوموندو الاولياء نقول لهم سقسي الطفل واش هو لي بون بوزيتيف. ما تهضروش مع الطفل مباشره؟ نهضروا مع الطفل. احنا درنا دي انترفيو مع الطفل ويعني من الاباء يعطيونا فيا لا بلاصه الحاجه اللي يقولها الكليك او اللي يقولها الاولياء ما يقولهاش. نعم فهمت. هو لي بوان يعني هو يعني الاولياء من السنة الماضية يعني هذا يعني نقطة جد إيجابية. من السنة الماضية هم يدوموندو لنا وقت يزيدوا يسكريو باش يروحوا العام الجاي. تسمى يعني اون اكسبيريونس تري تري بوزيتيف. الحمد لله الحمد لله. هذا النقطة الإيجابية. النقطة اللي طلعوا لنا الأولياء قالوا لنا باللي البروغرام تاع العام اللي فات اللي تخو شارجي. قالوا لنا برك باسكو الأطفال عياو غلبوا. تسمى هذا طلبنا من وزارة الشباب والرياضة هنا تخفيف برك على البرنامج باش يسمح للأطفال شوية روبوزيو. هذوما يعني النقاط اللي خرجنا منهم السنة الماضية. بصح يعني قلنا الأولياء والأطفال قلنا عطينا النوت جلوبال على السيجور. عطاونا الحمد لله النوت جلوبال 18/20. تسمى يعني الحمد لله تسمى ان روتور تري تري بوزيتيف من ليكسبيريونس هذه. ساشون احنا بعثنا يعني 900 طفل اسمع الحمد لله. او 900 طفل اسمع اسمع سيت اون افير حاجه كبيره. حاجه كبيره جيستيون يعني جيري. طيب وهذا السنه هذه شحال معولين يعني؟ السنه هذه باذن الله 2000 طفل. 2000 يعني سي لو دوبل. سي لو دوبل. لي انسكريبسيون سو فون سور ان سيت كي سابيل كولوني افيك اس 2024.com. كولوني افيك اس 2024.com. فوالا. هذا الرابط تدخل في الرابط تلقى انسكريبسيون. تروح الانسكريبسيون تكتب المعلومات تاع الاب الام الطفل المعلومات الصحيه المعلومات اللي لازم نعرفوها الجواز السفر بطاقه التعريف ولا بطاقه الاقامه الفرنسيه ولا لوتوريزاسيون بارونتال شهاده طبيه وتبعث الملف تاعك رقمي 100%. احنا نردوا لك في ظرف اسبوع اسبوعين نردوا لك باللي الملف راه مقبول. و لو برومي اريفي برومي سيرفي ولا نو برومي اريفي برومي سيرفي. درك التسجيلات راهي مفتوحه حتى نلحقوا العدد تاع الفيل. تفتحت التسجيلات؟ تفتحت التسجيلات. متى؟ تفتحت منذ 100 افريل 15 افريل. داكور. اسما درك التسجيلات راهي مفتوحه حتى نلحقوا العدد. كي نلحقوا العدد تربط لا بلاتفورم. اسما درك يعني مفتوحه للجميع. الشرط الوحيد هو 10 14 سنه وجواز سفر. واذا مثلا طفل عنده اسمها با ميجو دو راسيغ لي بارون باغ اكزومبل. عندك طفل حاب تبعتو مي عنده باغ اكزومبل عند مريض ولا عنده. حنا كي يوصل هنا الجزائر كاين يعني عياده طبيه كاين انفيرميري كاين ميدسان كاين بسيكولوج. اسمها دوسي ميديكال تاعو يوصل يخش ديريكتومون عند ميدسان يسخا كومبليتومون بخي اون شارج وعلى بالنا اكزاكتومون واش هو المرض تاعو وحنا اون سخا بخي اون شارج باغ سبورا. كاين اوسي دوزيام بوان كي امبورتون هو نبعثوا لي بارون لو منيو باش ياكلوا الاطفال في الاسبوع هذاك. تسمى ها واش راح ياكل الطفل تو لي جور ماتان ابخي ميدي سوا. تسمى اذا كاين اليرجي حساسيه تو سا يسخا انفورمي او بريالابل. مليح باسكو كاين اسمع دي سوجي يعني الانسان عنده اليرجي. كاين اللي عنده للبيض كاين اللي عنده لي برودوي ليتي كاين كل واحد واش عنده اون اليرجي ايفيتي. طيب شحال راكم لاحقين العدد الان يعني؟ احنا درك لاحقين برسكو لا موتشي. لا موتشي تاع العدد. المؤطرين احنا عندنا يعني المؤطرين كل المؤطرين هم واجدين. وبالنسبه للنقطه هذه الاسبوع الماضي اون غوسي يعني اون ديليكاسيون من المينيستير دو لا جونيس دي سبور. اون غوسي دي فورماتور تاع الجزائر. اون افي اون سيسيون دو فورماسيون على موسكي دو باري افيك هذو لي فورماتور. وين ils ont pu mettre une formation théorique sur les colonies de vacances fit zair comment ça se passe les animations سما العقليه تاع الجزائر comment ça se passe سما لي فورماتور هذو اللي حبسوهم ils ont سما ils ont la compétence ils ont عندهم اللغه عندهم اللغه الفرنسيه الجزائريه ولا اللغه الانجليزيه عندهم لو بافا سما الدبلوم لانيماسيون في الجزائر وعندهم ايضا شهاده مشاركه سما الدبلوم لهنا في الجزائر. سما باذن الله هذو المؤطرين راح ياخذوا سما بخي اون شارج توتال. سي دي بروفيسيونيل. دي بروفيسيونيل في التأطير. طيب يعني انا قبل قليل ما سقسيتك على الفيدباك هذاك ولا رد الفعل وش هي الاهداف يعني من هذا مثل هكذا عمليات؟ علاش نديروا هكذا عمليات؟ سي فري احنا الجزائر دوله غنيه يعني
لور دي وي فور، ما عندناش مشكل الحمد لله، دوله غنيه بثروتنا وبعملنا، عندنا الخير الحمد لله، نوزعها على اولادنا. هو النقطه هذه برك، انا كنت في القنصليه عندي شهر، تلاقيت تما ان جاي دام سمعتها تحكي، قلت انا شو بارتي اون كورين فاكونس او 1970. قلت لها سبحان الله، قلت لي شتي لا بروميير اديسيون، قلت لي جو غارد ان تري بون سوفينير، قلت لي جو غارد ان تري تري بون، يعني مراه درك عجوز دارت المخيمات الصيفيه عندها قليل. نعم. والحمد لله درك شحال عندها في عمرها هذه؟ درك تكون واحد 70 سنه. 70 سنه هاي. انا واحد يعني قدامك جيتي جون، رحت لي كولوني دو فاكونس، جي دي باسي لا 50 دونك. واش حبيت تقول لك هذه العجوزه سي فؤاد، هو انه ستادير اوني با طومبي دو لا دينير بلوي، حنا عندنا اون اكسبيريونس في لي كولوني دو فاكونس، حنا لي سوسيتي ناسيونال فوندو دي كولوني دو فاكونس، لي كاين دي سوسيتي بريفي ولا كي فون دي كولوني دو فاكونس، دونك ستادير لا جيستيون تاع هذا لو توريزم هذايا دو ماس، حنا اون لو في اون الجيري بطريقه جيده جدا. انا لمست سيتك على لو فيدباك، ستادير عند الاطفال هذوما واش هي الاهداف، علاش نديروا سو جور دو انيشياتيف؟ بالنسبه لي انا كاين ثلاث اهداف. الهدف الاول هو يعني توطيد العلاقات ما بين الطفل وبلد الام، اسم هذا جد مهم باش الطفل يبقى ديما عنده علاقه من بلد الام تاعو وبلد الاولياء تاعو. الهدف الثاني هو يعني الطفل راح يكون عنده يعني اكسبيريونس لوكال مع اطفال زيه هو، تسمى باغ اكزومبل هو يقرا مع اطفال فرنسيين، ما عندوش يعني الفرصه يتلاقى مع ولد بلاده كما هو لا هنا في الخارج ولا في الغربه، تسمى يكون علاقات جزائريه بيناتهم. نعم. والنقطه الثالثه يعني المهمه جدا بالنسبه لي انا، هو انه الطفل كي يروح لباري كي يروح من ليكول دو فاكونس عنده اطفال يعني فرنسيين راح يحكي لهم واش دار في الصيف. نعم. تسمى هو طفل، هو طفل صغير راح يبدا يروج في السياحة تاع بلاده، في الآثار تاع بلاده، في التاريخ تاع بلاده، في كل الإكسبيريونس اللي شافها في هنا في الجزائر. يعني هذوما الأهداف يعني نشوف فيهم أنا مهمين. مهمين نعم، وكاين أهداف أخرى بطبيعة الحال. يعني نديروا فصل ونوليو نحكيو إذا كان تكرمت سي فؤاد على مسائل أخرى في هذه العملية. إذا مشاهدينا الكرام فصل قصير ثم نواصل النقاش، بقوا معنا فضلا وليس أمرا. إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من غرفة الأخبار. طبعا نحن نتحدث على المخيمات الصيفية اللي راهي تنظمها الدولة الجزائرية، طبعا عن طريق مسجد باريز الكبير اللي بناوه الجزائريين بأموالهم في باريز، بمعنى أنه مسجد جزائري ولو على التراب الفرنسي ويخضع للقانون الفرنسي وغيره، ولكن يبقى مسجد جزائري يعني تبنى في منذ عن قريب راح يعني نحتفلوا بمئوية مسجد باريس، هكذا سي فؤاد؟ احتفلنا بها يعني سنتين. بالمئوية؟ بالمئوية نعم. داكور، سنتين. سنتين هي. منذ سنتين. منذ طيب سنتين. دونك أكثر من 100 سنة. أكثر من 100 سنة. في 2022 درنا السنة السنوية اكزاكتومون. مليح. يبقى فقط حاب نعرف النوادر تاع واش حكوا لكم الأطفال هذو لما جاوا شافوا الجزائر، يعني وش هي الصورة تاعهم اللي كانت عندهم، الصورة اللي كانت عندهم على الجزائر، ثم لما جاوا شافوا تيك جدا، شافوا يعني تاع فصل الشتاء هذاك، ثم بعد ذلك الصيف، وش هي النوادر اللي حكوها لكم؟ والله بالنسبة للنوادر يعني الطفل الصغير كي يجي لهنا للجزائر، كاين أطفال يعني أول خطرة يجيو. تسمى ما يعرفش خلاص باللي باغ اكزومبل كاين مثلا جبال تكجدا ولا اثار تيبازا، يديكوفر يعني الاثار تاع بلادو هذه، يعني يقول لك سبحان الله يعني سا اكزيست، ما بعملوش اسمها اول خطره. الطفل ايضا نوادر يكون باللي كيكون عنده كونتاكت مع اطفال اخرين جزائريين، هذا اوسي اسمك شغل سا بارمي اون لوي يشوف يعني الجيريان كما هو في بلاصه اخرى وعنده نفس العقليه تاعو، سما او اليو دو طول طون اتخافيك مثلا مع اطفال فرنسيين، درك راح يشوف واحد يشبه له نفس العقليه يتفاهم معاه، سما هذا وشي يعني بالنسبه للاطفال حاجه مليحه بزاف. ولكن هذا دائما عايشين في اسمه في المهجر. في المهجر في الجزائر في فرنسا ولا اوروبا، يعني كاين حتى اسبانيا مفهوم يعني في عموما في اوروبا. ولكن هل مثلا حكوا لكم على ان كليشي، صوره كانت عندي صوره على الجزائر كي جيت جو ديكوفر حاجه اخرى، يعني
سواء على مستوى الاطفال لانه بارتير دو 14 يبدا يميز يعني يبدا يميز يعني. هو احنا الصوره كانت ايجابيه الصوره هو يعني الصوره يعني مدها يعني سهوله يعني الكونتاكت مع الجزائري سهله يعني حسن الاستقبال حسن الضيافه هذه الصوره يعني جابت جابوا الاطفال يعني حسن الصوره يعني جد ممتازه كي يوصلوا ليكولي دو فاكونس بريزون شارج توتال يهضر مع فهم على مستوى لا بريزون شارج يعني ما عندنا حتى اشكال قلت لك حنا اليوم امبيريش بس علينا الحمد لله نو على مستوى لو كونتاكت افيك استادير مع الجزائريين مع اسكو تدوهم يحوسوا مثلا يخرجوا يتكلموا مع الجزائريين في الطرقات في الشوارع في المدن. هو بالنسبه للسنه الماضيه وبالنسبه للسنه هذه الاطفال راح باغ اكزومبل ناخذ مدينه وهران الاطفال يكون عندهم يعني جوالات يعني جوالات سياحيه في سانتا كروز ويكون ايضا عندهم يعني كونتاكت مع المجاهدين. نعم مكو مثلا في مدن كيما وهران يكون عندهم كونتاكت مع المجاهدين تسمى هذه خبره لهم هما ايضا باش يشوفوا شو هو اللي يحكي المجاهد وتبقى يعني ديما عنده صوره تاريخيه على الجزائر هذه جد مهمه بالنسبه للسنه والسنه الماضيه ايضا. ولكن كاين واحد لو كونتاكت اومان كذا احنا رانا نشوفوا الان في لي ريزو سوسيو دي زيترونجي يجيو للجزائر يقول لك هذه هي الجزائر دونك يحير يعني وين يروح يقولوا له خالصه ما تخلصش بار كونتر كاين بلدان اخرى ندخلوا انا وياك قهوه انا خلص قهوتي انت تخلص قهوه اكزاكتومون. احنا في الجزائر سي نوتر مونتاليتي احنا في الجزائر بلد الكرم يعني الحمد لله بلد الكرم وبلد الاستقبال وبلد يعني نضيف بيك ويعني هو طفل صغير ما عمبالوش يعني هو كي يوصل الجزائر زعما هكا تلقى حاجه زعما هكا حاجه مليحه بزاف يعني مي اسكو هما كيجيو لهنا الجزائر سي فؤاد عندهم صوره على البلد اللي رايحين يزوروه اسمها اون ايماج ولا قلت لك ان كليشي بريكونسو يعني هو كيما تقول كي يوصل تتغير صورته يعني هو يجم يكون بالك هو باسكو اطفال اول خطره يجي بالك يقول لك شو انا رايح للجيعي ما عندوش عنده فكره بالك بيزي تاع لو ماهيش فكره مليحه تاع تاع البلاد سما يقول لك انا رايح ما باليش كومون سافا سباسي تما هو كي يجي يلقى لي زانفراستركتور يلقى تو سكي سما يلقى كل المرافق سما هذه تنجم يعني تكون يعني بالك يكون فيها شك ما بين الطفل مي جينيرالمون سا سباس تخي بيان يعني الحمد لله. وبالنسبه لي بارون يعني سما انتم بالنسبه للاولياء يعني تتلاقاو معاهم تحكيو معاهم ولا يصير في برك دي انسكريبسيون السلام عليكم بتتكل اسم الاب هذا ولا الام تشوفوه غير نهار لو ديبار ولا ديبي هو بالنسبه للاولياء احنا مدايرين ادغاس ميل باش يكونتاكتيونا مدايرين زوز خطين هاتفين اسم الاولياء يقدر يعيط لنا في اي وقت في الهاتف هذا باش حتى ولو كيكون في الجزائر حتى ولو يكون في الجزائر نيمبورت كال مومون يعيط لك ويستخبر على الابن تاعو. هو بالنسبه لهنا في الجزائر هو كاين احسن لانه في الجزائر كل مؤطر عنده 10 اطفال وعنده 10 رقم الهاتف تاع الاولياء تاعو وكل يوم المؤطر راح يمد يعني المعلومات على الابناء تاعهم يعطيو لهم الصور المؤطر هو اللي يكلم هو اللي يكلم الاولياء وهو اللي يحمد لهم يعني لي فوتو وهو راح يكلم الاولياء اسمها كل اب عنده المؤطر تاع ولده سما يهضر معاه 24 ساعه 24 من يحب يهضر على ولده يهضر مع ولده سما هذا يعني الاولياء اي سون راسوري بارابور ا سو بوان اي بو جويندر سون انفون كون يفو يعني ما كانش اشكال خلاص نو حبيت نقول لك هل تلاقيتوا مع الاولياء هذوما دون دي ريونيون بار اكزومبل ان بريفينغ ولا وين حكيتوا معاهم على ليكسبيريونس على هو انه يعني عندك 2000 طفل يعني 4000 اب وام ما قدروش يعني يتلاقاهم كاع مي المسجد باريز مفتوح الاولياء اللي يحب يجي ولتما يتلاقاو مع ليكيب مرحبا بهم في اي وقت. تري بيان وبالنسبه للاولياء ما بروبوزاو لكمش قالوا لكم على ما ديروناش لنا احنا ثاني دي كولوني دو فاكونس. هو مسجد باريس ولا كاينه هذا ممكن تكون هذه ليدي هذه كاينه هذه بالنسبه لمسجد باريس قمنا دوتر اكتيفيتي مع المجتمع المدني. داكور. احنا عندنا شراكه مع المجلس الاعلى للشباب. نعم. قمنا بجينا مع 20 شاب وشابه يعني في لهنا في فيفري 2024 وين جبنا 20 تسمى شاك 5 بيرسون دو شاك كوربوراسيون يعني انتربرونيا كولتور وجبناهم لهنا باش يتلاقاو مع دي زونتربرونور الجيريان هنا
وداروا في جوله سياحيه حتى الجنات افيك دي زكتيفيتي ديكاتيف اسم هذا مع مش على الشباب وانا اوسي دوتغ اكتيفيتي مع مينيستير دو لا جونيس اي دي سبور جبنا اوسي دي ديليغاسيون سبورتيف باغ اكزومبل بور لي جو عرب ولا بور لي جو ميديتيرانيا ودركا في الان الحالي حنا اون ترافاي مع لو مينيستير دو توريزم باش نديروا دي كور تعمال الحمامات الصيفيه الحمامات المعدنيه للشيوخنا اللي اسمهم الشيباني 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 سي تان دوسي تري لور يعني لور بون نبقاو في كلمه لور حنا فتحنا تسجيلات حنا عندنا درك الاشخاص هذوما درك غاست جوست افيناليزي لا كونتيست كي مبارتي وسما حنا في مسجد باريس كبير سما نخدموا مع كاع الفئات المجتمع المواطني تاع الجزائر سما الاطفال الشباب والشيوخ سما عندكم عده انشطه تقوموا بها كاين كذلك في هذه القضيه هذه لما نعاودوا نتكلموا على الاهداف هل شعرتوا انتم وحسيتوا انه عاود كاين رباط يعني عاود ان ليان كونيكسيون كونتاكت مع بين مسجد باريس الدوله الجزائريه وبين الجاليه تاعو في شعرتوا بهذا احنا نشعروا بها كي الاولياء كي الاولياء يتصلوا بنا يعني منذ اشهر واشهر باش يعاود يسجلوا وليده ويعني مش واحد ولا زوج يعني مئات الاولياء ويقول لك الطفل تاعي عجبته بزاف السنه الماضيه وحاب ماهوش يضيع الفرصه باش يزيد يروح السنه لانه كما قلت لك يخرج من النشاط يخرج من الاكتيفيتي تاع لي كولوني دفاكونس يعني باهداف كبيره اللغه العربيه اصدقاء دي كونيكسيون احداث تاريخيه تسمى وزيد كومبليتوم غراتوي وكومبليتوم بري اون شارج بار ليتا تسمى يعني الحمد لله يعني 100% فايده الاولياء والدوله الجزائريه ومجد باريس كبير لو ستاتوي سوسيال جينيرالمون تاع الاطفال هذوما ولا العائلات هذوما احنا شفنا في لي ستاتوي سوسيال باسكو حنا لا سيتوياسيون سوسيال حنا لي كونديسيون تاعنا نقولوا باللي لازم طفلين من شاك فامي طفلين طفلين من شاك فامي لو ستاتوي سوسيال عندك من كلش عندك يعني ما يهمكش حتى يكون غني ولا يكون هو كون جا العدد يعني غيجبي يكون نكونوا سيليكسيوني مادام العدد يعني الحمد لله مازال كان ما عندناش احنا كي نشوفوا في لي زانسكريبسيون عندك كلش عندك من بطال نعم عندك حتى الطبيب طبيب عنده طفل واحد مثلا طبيب عنده طفل واحد ما عندوش لوليان بزاف مع الجزائر ما عنده ني اصحاب جزائريين ما عنده اصدقاء ماذا به يروح طفل تاعو كيري كليما الجزائريين اكيد وهذاك الطفل باغ اكزومبل بطال ولا حتى هو ما عندوش لي مويان باش يروح في الصيف الجزائر فهم سما يعني كل واحد والاهداف تاعو وكاع يعني مفتوحه كاع الجزائريين الحمد لله لا انا مساله هكذا يعني هل مثلا انتم فتحتوها غير بوليميسيسيتو فقط ولا لكل هي مفتوحه لكل الجزائريين والجزائريات في المهجر كون يكسر لنا بروبليم تاع العدد لا نعاودوا نشوفوا في لا سيتياسيون سوسيال تاع الاوجيا الحمد لله اون ني با اونكار افي سو بوان هذه ما تلحقوا ما نلحقولهاش ان شاء الله احنا قادرين كي يعني الجزائر نفتحوا نزيدوا العدد قادرين كاع ابنائهم يجيو الجزائر يشربوا القهوه هنايا ويحوسوا ويعاودوا احنا ما الحمد لله ما نش نوصل العدد هذا ما يصير بروبليم تاع العدد باذن الله كسلطه الجزائر كاين مساله اخرى يعني je vais politiser un petit peu معك هذه الحكايه est-ce que par exemple le cliché هذايا اللي bon véhiculé par quelques capitales occidentales على ليماج دو الجيري اثرت شويه ولا مش تاثر يعني هي كاين السنه ولا ما بليش قدها يا دو زون جو بونس اخي فتحوا الجزائر الجنوب الجزائري بدون تاشيره هذه كسر عليها صدى كبير في الخارج ويعني صدى يعني نتمنى تكون اكثر واكثر لانه درك مثلا الاجنبي ولا الجزائري ولا باغ اكزومبل انا عندي اصدقاء فرنسيين غدوه نقدر نجيبهم الجنات يشوفوا يعني الجبال يجيبوا شحال الصحراء تاعنا ويعني بدات الصوره تاع السياحه تاع الجزائر تنطلق بفضل هذا القرار يعني سوف تنطلق اكثر واكثر كي تفتح اكثر يعني في المدن الجنوب باذن الله يعني بالنسبه درك بالنسبه لصوره الجزائر درك كاين الحمد لله لي ريزو سوسيو كاين لي انفلونسور
كاين تسمى درك الصوره تاع الجزائر وصوره السياحه تاع الجزائر يعني ممتازه. تشوف برك في التيك توك في الانستغرام دوك تشوف يعني مظاهر خلابه. صحيح. لي بلاج عندك تيكجدا عندك الجي عندك الصحراء جنات يعني مام يكون يعني الديسكور يعني يكون سياسي مش مليح يعني الصوره تكذبوا تكذب يعني صدير اون ديباسي لار هذاك وين لي كانو هادو ما كي ديتي لانفورماسيون. السلام عليكم. هذه خلاص هذه دونك الحمد لله يعني كاين كما قلنا قبيله يعني كاين ما كاين لي ميديا تراديسيونيل وكاين لي ميديا يعني اوفيسيوز لي ريزو سوسيو كي بيرميت دو فيكولي اون ايماج اوثنتيك. اوثنتيك وي باسكو مش شعب اوثنتيك. جيسبر كو هادو ميم لي اجونس دو نوتاسيون يعني يعاودوا يقولوا لا لوجيك والمنطق وكذا ويخطيونا من الحكايه هذه. يعني عيب عليهم مازال بتاتر كو لليوم يديروا ديستيناسيون دي كونسي. صح صح خلاص راك كيما يقولوا راك دي موضي راك قديم دونك فوالا. نتمنوا لكم التوفيق. شكرا سي فؤاد. وهذا يسعدنا وهذا سي ان كو دو ماتر هذا بور لا بروموسيون دو ليماج دو لالجيري اللي راكم ديروا فيها اترافير تو يعني تو لوروب. نعطيك نعاود نعطيك الفرصه تزيد خليني نقول انا يا بتاتر ولا شفيت عليه كولوني افيك اس s2024.com. اه 2024.com كولوني دو افيك s2024.com. و يعني اسمح لي برك باش نشكر يعني ايضا تفضل كل السلطات الجزائريه سيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون وزاره الشباب والرياضه التنسيق وايضا الوكاله الجزائريه للتسليه للشباب اللي هما يقوموا بالتطهير في المخيمات. نعم. نشكر كل المؤطرين باذن الله ستكون ناجحه باذن الله. وانا بدوري اشكركم انتم واشكر كل الذين شكرتهم ونتمنى لكم ان تري بون سيجور اون الجيري تسمى ابنائنا هذو كذا وروح كتعاود تولي فرنسا قولوا تو بو دورمير شي نيمبورت كال الجيريا ما عندناش اشكال حنا لاباس علينا وما يخصناش يعني الحمد لله نخدموا ورب العالمين حبانا كذلك بالثروات لانه هذه البلاد مسقيه بدماء الشهداء. اشكركم مجددا. اذا لو سيت سي كولوني افيك اس 2024.com. هذا هو برومي اريفي برومي سيرفي بور لانستون. بتاتر غدوه تكون مفتوحه. اشكرك مجددا. شكرا لكم سي فؤاد ميلودي ممثل مسجد باريس الكبير. نتمنى لكم التوفيق. ومشاهدينا الكرام برامج بلاد متواصله سعيدون دائما بخدمتكم. القاكم غدا صباحا الجمعه. الى ذلك الحين اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.